التأمين الدفاع موجود. شوف التأمين الدفاع في اللقطة الأخيرة. خروطاتا لاعب خط الوسط المدافع أمن على الكرة الماضية بشكل جيد. ركلة ركنية جديدة للمرة الرابعة للمرة التاسعة. اثنين لعيبة على الركلة الركنية. أخيرا بصاله، أخيرا مرر له وتردد. محاولة الآن تتلعب كرة على القوي البعيد وتسديدة وهدف التعديل. ولا أمل ولا أروع بعد مرور أول ربع ساعة. كالعادة كالعادة نادي ريال بيتيس يأتي بعد ربع ساعة، ولكن لو نستنى ربع ساعة ونشوف هدف بهذا الجمال موافقين مسامحين. هدف من الجزائري عيسى مندي، هدفه الثاني في الدوري. المدافع عيسى مندي صاحب ال 25 عام يحرز هدف ولا أروع في توقيت ولا أروع، والتعديل يأتي الآن. ريال بيتيس يبدأ اللقاء الآن. صافرة البداية تبدأ في الدقيقة 15 للخضر. هدف ولا أروع. شوف التوقيت، شوف النظرة، ليست بقوة ولكن بدقة. أكيرسي ولا أفضل من الجزائري.